اهلا بكم اعزائي المشاهدين في برنامجكم المحبوب اكله هنيه تكفي 100. النهارده معانا اكله غريبه شويه، هي اكله البعلكه. والان مع المقادير. اول حاجه معانا النهارده قالب كيك زي دوت من عند اي فرن، بجنيه ونص. علبة زبادي، مش شرط تكون جهينة، ممكن ميكس أي حاجة. قطعتين حلاوة رشيد الميزان، طبق فاضي، معلقة فاضي. يلا بينا نبدأ الطريق. هنجيب قالب الكيك دوت، هنفرفته يعني على قد ما نقدر كده. وبعد ما خلصنا فرك الكيكة كده نفردها في الطبق. هنجيب نفتح الحلاوة زي ما انتم شايفين. حلاوة رشيد الميزان اهي، ها عملت فرفتها كده. قد ايه انا سعيد؟ نقفل الثانية كده. نجيب بقى علبة الزبادي ونفتحها، وبالمعلقة اللي هي من لحد دلوقتي ما اتفرجناش هنحط الزباية كده. شايفين الجمال؟ شايفين الروعة في الدقة؟ يعني دي رائعة من روائع الشيف هلال. كان السر ده مديهولي. نقلب بقى، نقلب بقى السر خلطبيطة يعني. يعني لو حسيت أكله على نيلة. بس النتيجة عايزة. نقلب كده كويس أوي يا جماعة. يعني ممكن المخرج يجيب لنا وإحنا بنقلب. يعني هي أكلة سد النفس بصراحة. أكلة سد النفس، أكلة سد النفس. يعني في حاجة وقعت مني لحظة. ماشي، ما علينا. أهو تر تر. ألو، معانا اتصال. ألو شيفاني، ازيك؟ أيوة، مين معايا؟ هلال. معاك هلال من الفيصل. ازيك يا هلال، عامل ايه؟ الحمد لله، انا متابع جيد جدا ليك، والحقيقه مراتي برضو بتتابعك وكل اكلاتنا من برنامجك يا شيف. ربنا يخليك يا حبيبي. هو انا بس كنت عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل. يعني يا ترى هي بالنسبه للبعليكه اسمها كده صح؟ هي مشتقه من اسم يوناني قديم. تمام. فيما معناها زي حاجه زي ايه؟ يعني مش عارف، يعني حاجه زي البعبع كده. تمام. طب حضرتك بس انا كنت عايز استفسر، ايه فوائدها الغذائيه يا شيف؟ هي ما بتفيدش الكبار ابدا، هي فوائدها كلها بتتصدع الصغار. يعني فهمني انت، بتزود ال ليها علاقه بالمناعه؟ هو ده اللي كنت عايز اقوله فعلا. هي ليها علاقه بالمناعه جامده قوي، بتزود نسبه المناعه 20% 30% كل ما تاكل واحده بعلبه. ويا ترى ايه الاكله جايه لها؟ ليها فايده ثانيه. نعم. بعد ما تخلص اكل ما بتحسش بالغثيان ولا بالحرق الشخه، فاهم؟ فانت بتفضل مرتاح طول اليوم وما بتشخش لمده يومين، فدي فوائدها جامده، يعني فوائدها كبيره. طب يا ترى ايه الاكله الجايه يا حضرتك؟ الاكله الجايه في يخني، في بقلاه، في ترومبيتا، يعني شوية أكلات ألف. تاني فظيعة. شكرا يا شيف. ربنا يخليك. شكرا يا شيف. معانا اتصال تاني. مساء الخير. مساء النور. مين معايا؟ حضرتك الشيف، معرفش اسمك ايه؟ الشيف هاني يا حبيبي. طيب دلوقتي حضرتك، انا مراتي ما بتعملش اكل غير من اكل حضرتك. ربنا يخليها، ربنا يخليها لك. هسأل حضرتك سؤال. اتفضل. ده يرضي ربنا؟ هو يرضي ربنا من كل نواحي يعني ان شاء الله. حضرتك احنا بطننا وجعتنا انا والعيال حضرتك. من انهي اكله بالظبط يا حبيبي؟ ممكن تكون غلطت في مقادير ولا حاجه. من الاكل اللي فاتت. انهي اكله يا حبيبي؟ الاكل اللي فوق شوكت بتوابع 4 ايام يا حاج. قلبوا عليك. في سر خطير البوعليكه ما حدش يعرفه من المشاهدين. ما تزودوش لبن كتير على البوعليكه. هتبوظوا. 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 وبكده نكون
أعزائي المشاهدين، خلصنا أكلة البوانيكا، وطبعا أنا هدوها قدامكم دلوقتي قد إيه قد إيه هي مفيدة، وقد إيه بجد بجد هي طعمها لذيذ. قد إيه قد إيه طعمها لذيذ يعني كب. وقال تاني مع حلقة تانية مع أكلة مفيدة تانية كب يا ابني. إيه العرف ده؟